الله الرحمن الرحيم. طبعا انا برحب بقناة النادي الاهلي وباعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. يمكن اول مرة يعني يحصل بالمنظر دوت الاختيار للمديرين. احنا كان عندنا 13 مكان على مستوى الثلاث افرع في النادي الاهلي شاغرين. فكابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي ومجلس الادارة قرر اللي هو تشكيل لجنة عشان يحصل تقييم الاول بالنسبة للناس اللي موجودين في الشغالين في أماكنهم، وبعد كده نبدأ نحدد احتياجات الفترة القادمة هتبقى شكلها عامل ازاي. اللجنة دي كان أسس اختيار رئيس النادي ليها اللي يبقى فيها اتنين موجودين أعضاء مجلس إدارة كانوا اشتغلوا في المجلس السابق، بيبقى عندهم فكرة عن الأشخاص اللي موجودين، بيبقى عندهم فكرة عن تقييم الأداء العمل بتاعهم شكله عامل ازاي، واثنين من اعضاء مجلس الاداره الحالي او الجديد برؤيتهم بتطوره بفكرهم بالبرنامج الانتخابي اللي عايز يتنفذ. فكان رئيس اللجنه النائب رئيس مجلس الاداره عمرو فاروق، معاه امين الصندوق الاستاذ خالد الدرندلي، وعضويه كل من ابراهيم الكفراوي استاذ ابراهيم الكفراوي، واحنا عارفين استاذ ابراهيم الكفراوي كان عضو في المجلس السابق فلديه من الخبرات ولديه من المعلومات اللي هو عن الناس اللي موجودة، والدكتور مهند برضو الدكتور مهند كان موجود فعارف كويس جدا مين الأشخاص اللي موجودة وتقييمهم إيه. اللجنة دي اجتمعت على مدار الأسبوعين اللي فاتوا 15 يوم اللي فاتوا عشان نقيم الأداء العمل خلال الفترة اللي فاتت، وبرضو بنشوف دايما احنا عندنا برنامج، البرنامج ده احنا ملتزمين بيه لزمن أو توقيت زمني مطلوب مننا ننفذه، مطلوب إدارة جديدة بشكل جديد مش روتينية. ما ينفعش النهاردة احنا عايزين ناس مش هتيجي مدير عشان يبقى قاعد في المكتب يبقى مدير، لا انت محتاج ناس عارفة يعني ايه نادي وعارفة يعني ايه النادي الاهلي وعارفة النادي. لا انت النهاردة بتحرك من حتة الاندية او النادي النمطي بنخش النهاردة في حتة تانية خالص بإدارة مؤسسات بشكل محترف، بإدارة مؤسسات عالمية. يعني انت بتنزل بالسن على قد ما بتقدر لان الفترة اللي جاية هيبقى فيها مجهود كتير. اللجنة اجتمعت زي ما بقول على مدار الاسبوعين اللي فاتوا، اتقدم للاماكن الشاغره عندنا في النادي اكتر من 60 سي في وكلهم ممتازين وكلهم اصحاب خبرات عاليه جدا وكلهم ناس ادت في اماكن عملها سواء على المستوى العسكري او على المستوى الخدمي او على المستوى الرياضي. توصلوا اللي هم حصل تصفيه بناء على المقابلات كانت بتحصل، وصل في الاخر 18 او 19 مرشح اللي هم دخلوا في اطار بقى الترشيح النهائي على 13 مكان شغالين على مستوى الثلاث افرع. اللجنه بعد ما انهت شغلها ووصلت لل 18 او 19 حصل التصفيه لل 55، كابتن الخطيب رئيس النادي استدعى اللجنه وضم ليها المهندس خالد المرتجي عضو مجلس الاداره والاثنين المدير التنفيذي اللي هو انا ومعانا الاخ والزميل العزيز سياده اللواء حسن مسعود مدير مقر مدينه نصر، عشان خاطر يبقى كده اللجنه بالكامل خلصت شغلها. وعملنا لجنه اخرى بقى للموافقه النهائيه على الاختيارات اللي حصلت. امبارح الحمد لله رب العالمين اللجنه اجتمعت، اتفق على اسامي معينة طبقا لسيفيهات وطبقا لخبرات وطبقا للنقاش، وكان نقاش جميل جدا وصحي جدا. انا شايف اللي هو في الاخر بيفرز الحاجة اللي هتبقى في صالح النادي الاهلي. الاختيارات دي اسفرت عن اختيار 13 مدير هيستمروا معنا الفترة اللي جاية ان شاء الله باذن الله. ودايما انا بقول لهم حتى وبقول للناس اللي موجودة، احنا النادي الاهلي الفترة اللي جاية دايما انت موجود في مكانك تحت التقييم، سواء تقييم مجلس ادارة او تقييم اعضاء النادي او تقييم الجماهير الخارجيه من بره، وخصوصا الناس اللي هتبقى معاها ملفات خاصه بالجماهير. فمحدش يبقى فاكر بما فيهم انا، ودايما انا بفكر نفسي واذكر نفسي بما فيهم انا، محدش يبقى فاكر اللي هو خلاص بقى مدير فهو لا. انت في اي وقت لو مش هتقدر تتجاوب على المرحله القادمه والفتره اللي جايه تقدر تدي للنادي الاهلي اللي هو محتاجه، وتقدر تدي لمجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب، لان كابتن محمود عنده طموحات كبيره جدا الحمد لله رب العالمين بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى لغايه وقتنا هذا الحمد لله. يعني بنحقق خطوات واحده واحده على كافه المستويات سواء الاجتماعيه او الرياضيه، ومتهيألي ابتدت الناس تشعر بهذا الكلام. فان شاء الله باذن الله يعني انا ببارك لهم طبعا اللي تم اختيارهم هم 13، وببارك لنفسي عليهم كلهم بصراحه ربنا لان هم كلهم ممتازين فوق الممتازين. ولكن بذكرهم برضو بذكر نفسي اللي احنا يا جماعه موجودين تحت التقييم، مطلوب مننا بذل جهد، مطلوب مننا مزيد من العمل عشان خاطر نقدر نحقق اللي الناس مستنياه. هو ده اللي انا اقدر اقوله الفتره دي. ويمكن كمان استحدثنا او ما استحدثناش، هي كانت موجوده بس بشكل روتيني
قسم اللي هو الامن الصناعي. احنا استحدثنا هتبقى اداره اسمها اداره الامن الصناعي والسلامه المهنيه. دي موجوده في كل المؤسسات الانترناشونال والمؤسسات الحرفيه المحترفه، لان دي اصلا انت داخل المرحله اللي جايه على انشاءات جديده، على تطويف الانشاءات الجديده. الاداره دي هي الاساس قبل الاداره الهندسيه، هي لازم بتقول رايها، لان ده الراي الامني والراي السيفتي لسلامه العضو او سلامه العنصر البشري. هركب الكاميرات فين؟ ازاي هعمل ابوان اخلى؟ ازاي هعمل ابوان طوارئ؟ هو ده اللي عنده التصور دايما. دي كانت موجوده دايما بشكل روتيني. لا، احنا النهارده كابتن الخطيب اصر ان هي تبقى شكل احترافي. وشكل اداره ازمه ازاي هتبتدي تتعامل مع الازمات لا قدر الله لو في اي حاجه، احنا كل الكلام ده موجود على المستوى العالمي. النهارده بتحرك من نادي اجتماعي او نادي رياضي، النادي الاهلي الناس عارفاه، انت بتخش النهارده في العالميه، سواء في انشاءاتك سواء في الرياضه بتاعتك، وخصوصا من مدينه الاهلي اللي احنا بنعملها ان شاء الله باذن الله وربنا يتمها بالخير، اللي هيبقى فيها الاستاد وهيبقى فيها المول وهيبقى فيها استثمارات عاليه جدا للنادي الاهلي. فاحنا النهارده بنتكلم اللي احنا بنتغير، فاحنا طالما احنا بنتغير فلازم اللي بيجي يشتغل معاك بيتغير معاك ويبقى قادر اللي هو يستوعب الفتره اللي جايه هتبقى شكلها عامل ازاي. اجتماع المجلس الاداره الجلسه الخامسه اللي اتعمل في مدينه نصر، يمكن كابتن خطيب ابتدى الاجتماع اللي هو وجه الشكر لكافه الاعضاء مجلس الاداره الموجودين، لان النهارده زي ما الناس شايفه مجلس الاداره بالكامل بدايه من الكابتن نفسه والنائب مجلس الاداره امين الصندوق اعضاء المجلس بالكامل يعني شغالين وفي سرعه جامده جدا جدا. يعني هو حتى كمان وجه شكر الناس كلها، قال لهم احنا الفتره اللي جايه بس هناخد نفسنا، احنا ادينا الفتره اللي فاتت بشكل كويس جدا جدا. عملنا يعني ما انا رايي الشخصي في قفزه حصلت في خلال الشهرين والعشر ايام دول ما حدش كان متوقعها، قدرنا نمسك الامور بشكل جيد، بنتحرك بشكل كويس، الخبرات اللي احنا استعنا بيها مثالي يعني الحمد لله بتادي بشكل كويس قوي. من الاخر الناس كلها شغاله بروح الفنانه الحمراء، وهي دي كانت الشعار بتاع قائمه مجلس الاداره بالكامل، فده كان الشعار، احنا بنشتغل دايما بروح الفنانه الحمراء. فهو وجه الشكر على الفتره اللي فاتت، لان النهارده الفتره زي ما انت بتقول كده بدايه ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه يعني بدايه من مارس هيحصل طفره على مستوى الانشاءات وطفره على مستوى الخدمات الاجتماعيه وباذن الله وطفره على المستوى الرياضي. عندنا كابتن رفعت عبد القادر مدير النشاط الرياضي بيجهز دلوقتي الملفات، احنا بنتابع الاجهزه الفنيه، بنتابع الموسم شكله عامل ازاي، الناس هتبدا تشعر، هي بس في ناس يمكن مستعجله شويه، احنا بقالنا شهرين، ولكن انا عايز اقول له احنا الحاجات اللي كانت فعلا مستعجلين فيها وعايزين فعلا الناس تحس بيها احنا فعلا حطينا ايدينا عليها واشتغلنا فيها بشكل كويس قوي. ومش هقول ما فيش يعني الكمال لله وحده، بس الحمد لله ما فيش حاجه بتوصل او ما فيش حاجه بيبقى فيها تقصير، اللي احنا بنجري وبنسابق الزمن عشان خاطر نعملها، ولكن في حاجات فنيه ما ينفعش بقى نتدخل فيها بزياده، لان دي توقيتات معينه جدا، التوقيت ده لو غلط انت حضرتك فيه دي هتبقى مشكله. لكن الحاجات الاداريه اللي هي مستعجله احنا الحمد لله متهيألي اللي فيه نوعا ما رضا على الاقل 60% او 70%، فده حاجه كويسه. الفتره اللي جايه هيبقى بدايه زي ما بقول حضرتك كده، حصلت زي ما الناس شافت الفتره اللي فاتت في بروتوكول تم توقيعه مع جهاز المشروعات للقوات المسلحه، وده طبعا كان اختيار موفق جدا جدا، لان انت عايز تلتزم بالوقت، عايز تلتزم بالشكل اللي انت مختاره، وعايز تلتزم بالاداره الهندسيه اللي موجوده معاك عشان خاطر برضه ما ناخدش وقت. فدي المرحله الاولى ان شاء الله، او المرحله اللي هي المفروض هنقدمها لاعضاء النادي، كابتن خطيب هيقدمها لاعضاء النادي الاهلي طبقا للبرنامج، اللي هي المرحله الاولى اول سنه دي هيبقى فيها طفره على مستوى الثلاث فروع. ويمكن قريب خلال الشهر ده ان شاء الله باذن الله هيتمضي العقود اللي هنبدا فعلا الانطلاق والتنفيذ فيها، وانا ساعتها بطلب بس او هرجو من اعضاء النادي الاهلي، مش هنقول لان احنا هنقول الزمن هيبقى قد ايه، مفيش مكان هنخش هنشتغل فيه غير لما نقول لحضرتك هتستلم مننا المكان بعد قد ايه بالظبط. انا كل اللي هطلبه اللي احنا هنلتزم مع بعض بالتعليمات وهنيجي على نفسنا شويه، لان اللي هيشوفوه انا واحد من الناس لما شفته وبدعي ربنا سبحانه وتعالى يتم بالخير اللي انا اكون مدير في النادي الاهلي واتشرف بالمكان ده، ويحصل الكلام دوت مع الكابتن الخطيب ومجلس ادارته في القصه دي، انا شايفها اللي هتبقى حاجه كويسه قوي للنادي الاهلي ونقله كويسه. فخلال الشهر ده هنمضي العقود الرسميه، وبعديها بست شهور هتبدا الناس تستلم مرحله مرحله على مستوى الثلاث فروع النادي الاهلي. هو طبعا اداره المباريات ما اتلغتش، عشان بس الكلام اللي بيتقال غلط، اداره المباريات ما اتلغتش.
احنا كل اللي عملناه بس الاستاذ وليد مهدي احنا طبعا وجهنا له الشكر، راجل محترم عمل اللي عليه وادى اللي ليه للنادي الاهلي. انت عارف الناس لو هترجع بالذاكره شويه العمليه كلها احنا كنا بندير هذا الموضوع، والنادي الاهلي طول عمره بيدير هذا الموضوع من قبل ما احنا نيجي او احنا دخلنا في منظومه شغاله، لكن القصه كلها احنا بنطورها. طبعا ده كان ليها ايجابيات وليها سلبيات، عشان كده احنا ما اتلغتش، هي موجوده زي ما هي، القوام بتاعها موجود زي ما هو، هي رجعت لتبعيتها للاداره التنفيذيه المدير التنفيذي. والفتره اللي جايه احنا اخذنا الايجابيات اللي اتعملت منها، لان الايجابيات دي يمكن استكملت على ما تم وضعه في خلال 2011 ل 2014، وهنبدا الفتره اللي جايه نحدثها طبقا للمعايير وطبقا للمطلوبات اللي هتطلبها سواء الامن او سواء اتحاد الكوره او سواء هيئه الاستاد، بحيث النهارده هنوصل للناتج في الاخر هقدم منتج كويس جدا للعضو بتاعي وهقدم منتج كويس جدا للجمهور، لان احنا طبعا انت عارف الجمهور بتاعنا نمره واحد في النادي الاهلي ان شاء الله، بحيث بيبقى في الاخر في شكل لائق في هذه الإدارة اللي هي هنأدي منها الغرض. لكن إدارة المباريات أساسها ليها متطلبات معينة، اللي هو الاي دي كارت وازاي التذكرة بتاعتك توصل لك في الفور، دي كانت حاجة من الإيجابيات، وأنا يمكن حتى قلت للأستاذ وليد الكلام دوت من الإيجابيات، اللي أنت النهاردة خففت العبء على الجمهور اللي هو يجي لغايه النادي عشان يشتري، لا انت وسعت وفتحت منافس في اكتر من مكان، والنهارده بيشتري عن طريق النت على طول، بيخش اونلاين بيشتري، فدي حاجه كويسه جدا، بيانات بقت موجوده، يعني انت في حاجات اتعملت كويسه، ولكن احنا عايزين نأديها بقى الفتره اللي جايه بالشكل فعلا اللي هو يليق للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده انت بتتكلم على الاقل في 60 مليون او 80 مليون على المستوى العربي ومستوى الشرق الاوسط، لكن احنا بنتكلم النهارده ان انت عامل تارجت ازاي يبقى عندك مليون بطاقه للجمهور يوصلوا للجمهور بحيث يخش في اي وقت وفي اي لحظه على النت هيشتري فيها، فده نوع من التطوير. فاحنا ما لغيناش الاداره، ولكن موجوده زي ما هي بقوامها. احنا هنشوف الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني لغايه عوده الجماهير هتكون اتطورت بشكل لائق ليها ان شاء الله. اما بالنسبه للجمهور وعودته في المدرجات، فاحنا دايما انا هتكلم يعني بشقين، ويمكن هم عارفين كويس، انا راجل في الاول قبل ما ابقى مدير النادي الاهلي انا ضابط شرطه ابن النادي الاهلي، اللي هم مش عايزين، اللي انا عايز اوصله دايما اللي احنا بيبقى فيه معاناه جامده جدا جدا عشان خاطر نامن المباراه، في معاناه جامده جدا جدا عشان انت حضرتك تخش وتخرج سليم، لان اهم حاجه احنا عايزين تروح تتفرج على الماتش وتخرج من الماتش او تروح في اي مكان، اهم حاجه امن حضرتك. لكن الامن دايما في كل مؤسسه، مش هتكلم شرطه بس، الامن بتاع النادي هنا الناس بتشتكي منه، ليه؟ هو عايز ينفذ الالتزام، فاهم؟ الامن في اي مكان، في مول، في، طب ما بالك بقى الشرطه اللي هي الحكوميه بتاعت حضرتك اللي هي عايز ينفذ الانضباط، لازم هيبقى فيه شد وجذب. ولكن احنا بنقول النهارده خلي بالك انا ببقى خايف عليك، خلاص الاسلوب بيختلف من واحد للتاني، لان انت ما بتعرفش ضابط شرطه النهارده عشان خاطر ينزل يامن المباراه بيصحى من الساعه 5 الصبح، خلاص عقبال ما بيجمع الخدمه بتاعته بينزل بيجي لك عشان انتظام خدمته، مباراتك الساعه 8 بيبدا ينزل الشارع تواجد من الساعه 8 الصبح، ما بالك انا واحد صاحي من 5 الصبح وقاعد مستنيك عشان خاطر امنك، وفي الاخر يحصل انت جاي تتفرج على المباراه وتمشي. وخلي بالك عشان بس ما حدش يزعل، كتير جدا من الضباط شرطه ما هو في الاخر احنا يعني انا في الاول انا اهلاوي وبشجع الاهلي وزيك بالظبط، ولو انا ما عنديش خدمه بتنزل في المدرج بقف جنبك، احنا عايزين نشيل بقى الحته دي بين الجمهور وبين المسؤول عن الامن، مش عايز اقول الشرطه، الامن خلاص، امن المباراه ده شرطه، امن المباراه ده نادي، امن المباراه ده لجنه منظمه، الشرطه هي بقى اللي بتحتضننا كلنا، احنا من غيرها معلش مع احترامي انا مش هقدر الغيها، مش هقدر اتنازل عنها، من دي متطلبات للاتحاد الدولي، يعني الاتحاد الدولي النهارده في اي اجتماع فني في البطوله الافريقيه اول حاجه هيسالك على مين؟ فين الشرطه المحليه بتاعت حضرتك؟ هتامن الفريق الضيف ازاي؟ هتامن الحكام ازاي؟ النهارده الشارع اتوبيس الفريق الضيف ده سواء لينا او علينا، انت ما انت بتسافر بره وبتشوف، يعني انت كباسط اعلاما بتسافر بره ما انت بتشوف معاك عربيه النجده ومعاك الشرطه ومعاك التامين، هي نفس القصه، فما ينفعش ما تجيش النهارده تقول هستغنى عنها. احنا في دوله، فهي القصه كلها احنا بنقرب وجهات النظر، انا عشان اوافق اهم حاجه يهمني ايه؟ سلامة حضرتك وانت داخل وانت خارج، جوه المدرج اعمل اللي انت عايزه. فاهم؟ لكن عشان توصل للمدرج التزم بالتعليمات سواء التفتيش لان ده عشان خاطر حضرتك، سواء البوابه اللي هتخش منها. الجديد اللي احنا هنحطه بقى في اداره المباريات وده المهم جدا، وعشان كده الكابتن خطيب صمم في اداره تبقى اداره الامن الصناعي والسلامه المهنيه، دي دورها الاساسي. مش اللي انت تخش الاستاد. او مش انت تخش المبنى، ده دورها الاساسي ازاي اخرجك لو لا قدر الله حصل ازمه.
لان عمر ما في حد فكر في القصه دي. العالم كله يمكن عشان شغلنا احنا، فاحنا بنفكر في الكلام دوت. العالم كله النهارده قبل ما تخش المكان لازم اهم حاجه تبص هخرج منه ازاي، لا قدر الله حصل حاجه، طب فين بيبان الطوارئ، فين بيبان الاخلاء بتاعتنا، فين ازاي هخلي الناس لو حصل حاجه. هي دي الاساس بقى النهارده في شغلنا، ازاي هتوعي الجمهور اما تيجي تخش المدرجات. انا اهم حاجه وانت داخل عامل حسابك كويس فين بيبان الطوارئ هتخرج منها وفين بيبان الاخلاء هتخرج منها، وهنبدا نشتغل فيها الفتره اللي جايه بعلامات استرشاديه. ما يهمنيش اللي يخش، انا يهمني اللي يخرج بالسلام هيعمل ايه، يهمني النهارده يبقى واعي كويس قوي لو لا قدر الله حصل حاجه هيعمل ايه. ده اللي احنا هنبدا نشتغل فيه في اداره المباريات المرحله اللي جايه ان شاء الله، ازاي نوعي الجمهور. وابتدينا انتوا تشوفوها في المباريات بتاعت ريال مدريد، وخصوصا في الملاعب هتلاقي الاماريتس بيبقوا نازلين حتى هم في الملعب ابتدوا يعملوها بشكل كويس جدا، بيشاور لك على بيبان الطوارئ، يقول لك في كام باب في الملعب كانك طياره بالظبط. فدي برضو نوع من التوعيه للجمهور، لو حصل حاجه عندك كام باب هتخرج منه، عندك كام باب بتخش منه، فدي حاجه كويسه. هو ده اللي احنا اداره المباريات الفتره اللي جايه هتبدا تتواكب فيه وهتبدا تشتغل فيه، ونحط الدراسه اللي ازاي تبدا تتعامل مع الجمهور بالشكل ده. يعني انا عندي بطوله افريقيا ان شاء الله في الاستاد في الصاله المغطاه، انا عندي الصاله المغطاه ليها سعه معينه، مش هقدر اقول للجمهور لا، بس لازم انت تبقى واعي كويس قوي انت هتيجي ازاي وهتخش ازاي وازاي تخش وتخرج بدون لسلامتك مش لحد تاني. اسهل حاجه في الدنيا المنع، بس الخساره جايه على مين؟ جايه علينا احنا. احنا عمالين نقول النهارده عايزين نرجع الجمهور، طب هل انت الجمهور النهارده عندك استعداد ترجع ضمن المتطلبات الحديثه وضمن المجتمع ما هو عايزه وضمن المجتمع الدولي؟ مش خلي بالك هو مش الامن المصري او لا، ده دي قيود حطها المجتمع الدولي ليك في كل حاجه. هل احنا هنبقى ملتزمين بيها ولا لا؟ وبعد كده انت النهارده تخش المدرجات لك كل الحق للتشجيع ومسانده فرقتك لانك انت نمر واحد بالنسبه لي، لكن بلاش يعني اخش في حته تانية ملهاش اي لازمه بالرياضه، ملهاش علاقه بالرياضه، وبلاش اللي انا اواجه الخصم بتاعي بشكل الموضوع خلص. يعني كان زمان خلاص، لكن النهارده من حقك تعترض على فرقتك، من حقك تعترض على المدرب، من حقك تعترض على الاداره الموجوده، ده من حقك. لكن ليه الغير ليه؟ بدخل معايا واحد ليه؟ وتخليني انا اضطر اللي انا هطلع اخش في حاجه انا مش عايز اخشها. النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي دايما هو رائد في الكلام دوت. انا بدعو الجماهير احنا طبعا انا واحد من الناس والناس كلها عارفه ببقى سعيد جدا وهم موجودين، ولكن مش عايز اخش. ما تحطنيش في موقف دايما اللي انا بعتذر، او ما تخشيش في موقف دايما اللي انا بتحايل على حد، لان النادي الاهلي كبير وجماهيره كبيره ودايما هي بتبقى قدوه للناس. فده اللي انا بس عايز اقوله الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا هنبدا باعضاء النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي لان هم اللي عايشين معانا يوميا وعايشين معانا على مستوى الثلاث فروع، وهم يمكن كابتن خطيب دايما بيذكرنا خلي بالكم اللي دول تعبوا، خلي بالكم ما تنسوش يوم الانتخابات، خلي بالك لان اليوم كان صعب جدا، ما تنسوش الناس اللي نزلت عشان خاطر تنجحكم وتقعدنا على الكراسي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، ما تنسوهاش. فدي دايما قدامنا. فانا بقول لاعضاء النادي الاهلي المكتب مفتوح 24 ساعه، المديرين الموجودين هتلاقوا حاجه مختلفه تماما الفتره اللي جايه، مكاتبهم مفتوحه 24 ساعه، احنا بنشوف طلباتك ايه، وفي نفس الوقت في رؤيه لمجلس الاداره حاططها انا متاكد اللي هي بنسبه 80%، لان كمان اللي لوحده مش هقدر اقول حاجه 100%، انا راجل كذاب، لكن بنسبه 80% وبنسبه 90%، وده لو حصلت هتبقى حاجه ايجابيه وكويسه جدا. التصور بتاع كابتن خطيب بالنسبه لعضو النادي الاهلي انا متاكد هينول رضا بشكل كبير جدا. ده بالنسبه لعضو النادي الاهلي. بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وهي نمره واحد بالنسبه لنا، النادي الاهلي محتاجكم، النادي الاهلي محتاجه تكونوا معاه، محتاج تكونوا واقفين في ظهره. ما تدوش فرصه لحد يوقع بينكم وبين الاداره، احنا بالنا مفتوحه دايما. انا ما عنديش حاجه اسمها انا بقفل الباب في وش الجمهور، لان انا عارف كويس ده هو بيقول لك جمهوره حماه. فمع احترامي لاي حد احنا مش ما بنقلقش من الجمهور، خلاص هم عارفين كويس قوي بعض. جمهورنا ده بيخاف على النادي الاهلي اكتر من اي حد. خلاص انا بس اتمنى الفتره اللي جايه زي ما بقول احنا في 2017 خلاص، يعني كل حاجه 2018 كل حاجه في تطوير. خلاص خلينا احنا كمان احنا بنفرح بالدخلات، بنفرح بالاسم بتاعك وانت بتعمله، بنفرح ان انت ملتزم كجمهور النادي الاهلي بتشجيع النادي الاهلي. ارجو الفتره اللي جايه مع الاداره اللي كابتن خطيب بيعملها بالتطوير، ارجو الفتره اللي جايه الجمهور نفس القصه يتواكب مع هذا الكلام. مش عايزين اكتر من كده، وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله.